السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها المرأة في مشارق الأرض ومغاربها، المرأة اللي داخلة دابا لدارها، جميع النساء داخلين لديورهم سوى فئة قليلة اللي ما داخلاش، لأن خدامين أطباء مستشفيات أو ممرضات. ألف تحية لهم، ألف تحية لهم من هذا المنبر، كنشكرهم والله يجازيهم بخير على المجهودات اللي كيقوموا بها كاملين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة أطباء وممرضي ورجال الامن في هذا البلد الثاني اللي كنعيش فيه انايا، حقا في بلدان العالم كامل، ولكن خاصه في هذا البلد الحبيب اللي كنعيش فيه انا، ايطاليا. ان شاء الله الف تحيه والف شكر ليك ولجميع الاطقم اللي خدامه اللي معاك في العمل، اللي كتسهر على انها تنقذ ارواح الناس، وانك تقوم بمجهودات جباره جباره جباره. هذا البلد الأصيل اللي لا إله إلا محمد رسول الله يعاني من الكثير، يعاني كثيرا كثيرا كثيرا. نسأل الله أن يلطف به يا رب العالمين، ويلطف بجميع العباد يا أرحم الراحمين. دعوة مخصصة لهذا البلد، الله يعمر ربي يدير ليه فرج ويفرج عليه ويدير ليه تاويل يا أرحم الراحمين. وتحية لجميع النساء في مشارق الأرض ومغاربها، تحية لهم. اليوم ان شاء الله بغيت نخدم معاكم، ان شاء الله ماشي نخدم معاكم، ديجا خدمت واحد الواحد الحاجه اللي تحيتها، اللي حقا عمري ما كليتها ملي جيت هنا لبلاد المهجر. كنستعملوها في المغرب بزاف، في البلاد بزاف، يعني طبق اش كيقولوا لي، طبق كلاسيكي قديم ومعروف انه كديروا الطبق الهشه، الطبقه اللي حياتها على قدها بكل بساطه. هو الرفيسه العمياء، حنا كنقولوا الرفيسه العمياء، كدار بالخبز اليابس. ها هو انا بجمعت الخبز اليابس بصعوبه لانني ما كنعجنش اصلا، ما كنعجنش، يعني ملي كيكون الحال بارد كنبغي نعجن، الراجل كيقول لي خميره العجينه ماش تخمر لك. ملي كيكون الحال سخون كنقول غنعجن، كيقول لي لا راه الفران سخون، يعني ما كنعجنش الا وقليلا نادرا. هذا عجنت وحاولت نوفر شويه ديال الخبز بحسب ندير به هذا الرفيسه العامية. بالنسبه للبنوتات، البنوتات الغزالات الصغيورات الحبيبات الحفيدات ما كيعرفوش هذا، ولكن بالنسبه للامهات والزوجات وبالنسبه للناس اللي في ليطا ديالي غادي يعرفوا هذا الرفيسه العامية. ها هي الخبز شدينا قطعنا طريفات بحال تقطع ديال المسمن، ملي كنبغيو نديرو رفيسة أو كنبغيو نديرو التريد ها هو قطعناه. وهنايا في القدر ديالنا، في القدر ديالنا يعني في الجميلة ديالنا، درت هنايا شوية ديال العدس، ودرت البصلة، ودرت شوية مطيشة، ودرت تقريبا التوابل كاملة، البزار، سكينجبير، شوية الزيت، الزعفران عرق، راه عش كيبان لكم صفر بزاف، هو اصلا كيدار حمر مزيان مطيشه. انا مطيشه عندي شويه ديال لاتشيدو في ستوماكو، يعني عندي مشكله ديال الحمض بزاف عندي طالع في المعده، لذلك درت داكشي قليل، ولكن درت الزعفران اللي غادي يبدل اللون ان شاء الله تعالى. ها هي وصفه اختي، سهله بسيطه، انا في الحقيقه فرحانه اليوم بها لان مده طويله ما كليتهاش من البلاد، ما كليتها زعما سنين طويله، واليوم انا درتها كطبق ليا انا ان شاء الله مع المغرب ناكلو باذن الله، بما اننا في شعبان، وشعبان شهر عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وبانه غادي يوصلنا ان شاء الله رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. لذلك نحاولوا اننا نديروا اجر، وكذلك نطلبوا سيدي ربي، وكذلك نتمرنوا شويه على الصيام، لاننا العام كله حنا كناكلو، خاصه انا ما كنقدرش نصوم بزاف، لان الا صمت الزوج كيكون بوحدو ما كيقدرش ياكل، ويعني حتى هو كيولي شبه صائم. انا مازال صايمه وما واكله والو، هو كياكل على شي حاجه كنقبها وكيولي بحال صائم. هي دي كنحاول انني ما كنصومش بزاف، ولكن فرصه هذه من قرب دابا هذا الوقت كلشي كنحاول ان ان شاء الله نصوم تقربا لله، يزول لنا هاد الغمه ان شاء الله، ان شاء الله تعالى.
وكذلك يقوي لنا المناعه ديالنا، لان الصوم كيقوي المناعه، تقوى المناعه ديالنا ان شاء الله. وكذلك تدريبات وتمارين استعدادا ان شاء الله لرمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، يا ربي تكون هاد الغمه كلها تزاحت وترجع المساجد ان شاء الله لصلاه التراويح وتراتيل القران يا ارحم الراحمين. كذلك الصوم فيه فوائد، انك كتكون قريب من الله سبحانه وتعالى وكتطلبه وكترغبه باش يحقق لك، بالخصوص الطلب الموحد، الدعاء الموحد اللي عند كافه الناس، هو ان ربي يزيح هذه الغمه على الكره الارضيه كافه يا ارحم الراحمين. وعم ربي يلطف بينا كاملين ويلطف بهذا البلد الثاني، اخص بالذكر هذا البلد الثاني لان الحاله ديالو وصلت حال الحضيض بكل صراحه بكل صراحه بكل صراحه. نسال الله اللطف، نسال الله اللطف، نسال الله اللطف. ها هو الطبق ديالنا، وجد ساهل بسيط، ها هو بسيط ساهل ماهل. الخبز اليابس اللي بقى لينا درناه مع شويه العدس ومطيشه والبصله والتوابل، ها هو كيجي لذيذ اختي. فكره هادي باش ما فكره هادي بالنسبه للبنات الجداد، اما اللي في ليطا ديالي راه ما عارفين هاد الرفيسه العاميه، كاين كل واحد كيقول ليها. المهم حنا كنقولها رفيسه العاميه، يعني عاميه يعني ما عندهاش العينين، ما فيهاش اللحم للدجاج لا والو. ها هو اختي، ما تنساش ذكر الله ونسي تصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وخليتكم بالخير، زموريا روكا ديطاليا، سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.